هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء. والأرحام جمع رحم، وهو مستودع النطفة في المرأة ومكان تربية الجنين ونموه وتكوينه. فالله عز وجل هو وحده من يصور الجنين، ذكر أو أنثى، حسن أو قبيح، طويل أو قصير، أبيض أو أسود، تام أو ناقص. وفي هذا أكبر دليل على قدرته وعلمه وإرادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وأي إنسان منصف يتدبر في ذلك يرفض تماما أن يكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلها. سبحانه، لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب، الحكيم في أمره وتدبيره. فعزة الله دائما مصحوبة بحكمته. جزاكم الله خيرا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.